صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 56 لسنة 2018 بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه تعين السيدة إيمان مصطفى محمد المرباطي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمدة 4 سنوات. وجاء في المادة الثانية أن على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.